لفيت مصر بدور على حاجات مش موجودة إلا فيها وبس، لحد ما لقيت الشاب ده. واضح إنه ملطوع، كل شوية يبص فوق في حد لطعه، يبص في ساعته ومرتبك وبيشرب سجاير. يا عيني عليك يا ابني يا وليد يا وليد. ليه بينده كده يا ترى؟ ليه طريقة النده دي؟ مش هتشوفها إلا في مصر وبس. لا 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 لا. تصور يا كابتن. ايه تصور؟ ايه مالكش دعوه يا وليد يا وليد. الظاهر وليد حلق له. حلق لك وانت مالك؟